في مقطعنا هذا يا اخوان وكما ترون في عنوان الفيديو جبت لكم افضل واقوى طريقه او اقوى ثغره ان شاء الله لحصولكم على لاعب بوستر يا اخي الكريم. نعم ان شاء الله من الباكج المتواجد ان شاء الله لميلا رونالدينيو او ديكو او اللاعب يعني الجديد لودوفيك كما او لودوفيتش يا اخوان. المهم يا اخوان سوف ننتقل مباشره في خطوات ثغرتنا، واول خطوه سوف نقوم بها الدخول عند اللاعب ديكو كما ترون يا اخوان المره الثانيه ثم المره الثالثه والرابع. بعد إخوان سوف ننتقل مباشرة عند مارتينيز مرة واحدة، نفس الشيء عند ليفورد، ثم كذلك عند بابلو توريس. سوف ننتقل عند أندريس كما ترون مرتين كذا، كريستينسن كما ترون، ثم رافينيا نفس الشيء. سوف ننتقل عند لاعب لودوفيتش ثلاث مرات كذا، ثم الأسطورة رونالدينيو ثلاث مرات، والاطلاع على احصائيته كما ترون يا اخوان هكذا بهذه الطريقة. ثم مباشرة يا اخوان سوف نقوم بالرجوع واللف ب 100 كوينز كما ترون. وبهذا يا اخوان وكما ترون حصلنا على لاعب ان شاء الله لما لا لاعب ايبيك. اوكي اخوان سوف نرى اللاعب الذي حصلنا عليه. اوكي لاعب اف سي بارسلون كما ترون يا اخوان، يعني لاعب هايلايت. اوكي اخوان يعني شيء اسطوري، حصلنا على يعني مارتينيز كما ترون المدافع.